السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بحب أطمن الأهلاوية، أنا قلت لحضراتكم في الفيديو السابق إن النادي الأهلي قرر بشكل رسمي وقاطع عدم خوض مباراة الجونة، و رسميا بلغ رسميا الجهاز الفني واللاعبين بانه مش هيلعب المباراه. والقرار ده اثار يعني خوف وقلق الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه. زي ما قلت حضراتكم هم فردوا عضلاتهم، والنهارده من 3 ساعات قال لك اعلنوا حكام المباراه، مباراه الاهلي والجونه، وكانهم بيحطوا النادي الاهلي امام امر واقع. راح النادي الاهلي قالب الترابيزه وقال لك رسميا مفيش لعب، مش لاعب خلاص، واللعيبه بتاعتي مش لاعبه، وقلت الجزم القصه انتهت. ده هيتحول القلق بقى ايه، بدل ما كان هم متصورين انه هيصدروا قلق وتوتر للنادي الاهلي، او ده نوع من انواع الضغط على الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي ربنا يشفيه ويعافيه، اللي الدكتور قايل له ابعد عن اي ضغوط يعني ولا حاجات نافذه، لكن في لحظه اتخذوا قرار بعدم لعب المباراه. مش بس كده، الاتحاد المصري نفسه اللي بيقول مع مصدر داخل اتحاد الكوره قال لك حتى الان الموقف صعب للغايه، ومسؤولو الاهلي يتحدثون معنا بلهجه قد يترتب عليها لجوء النادي للفيفا والمحكمه الرياضيه الدوليه حال رفض الجبلايه او الاتحاد المصري لطلبات النادي الاهلي، والساعات القليله المقبله ستشهد تطورات جديده في هذا الملف. وفي كل الاحوال لو تمسكنا بموقفنا سيكون القرار بالإجماع. ده بالنسبة للاتحاد المصري. الاتحاد المصري والأزمة دي حلها في حاجتين. أولا قبل الحلين، النادي الأهلي لو راح الفيفا عمرو الجنايني هيطير. عمرو الجنايني طير طاير يعني، هيطير، لأن النادي الأهلي معاه كل الحق. معاه كل الحق ليه؟ أنت أجلت لي مباراة، يعني وفد من النادي الأهلي يروح الفيفا ويتكلم ويشرحوا، ما فيش نبقى نلجأ للمحكمة الرياضية ونشوف الدنيا فيها ايه، والسبب مقنع وبسيط وسهل جدا وفي صالح النادي الاهلي. انت اجلت لي مباراة بدواعي امنية، يعني في قلق، يعني مش هينفع يتلعب مباريات. ففي نفس اليوم اللي كان ليا مباراة وانت اجلتها لعبت الخصم اللي كنت هلعبه في نفس اليوم على نفس الملعب، في نفس اليوم على نفس الملعب مباراة، فين الدواعي الامنية؟ مفيش دواعي أمنية. هل أخطرتني بمعاد مباراتي الجديدة؟ لا. وعلى عكس الناس زي ما قلت حضراتكم اللي بيفكروا في قصة برشلونة وريال مدريد، هل في أي مباراة اتلعبت في إقليم كاتالونيا اللي هو معقل نادي برشلونة؟ مفيش. حتى رابطة الليجا لما قررت تحدد مباراة، لما قالوا هننقل المباراة على سانتياغو برنابيو الملعب ريال مدريد، رفضوا. ريال مدريد الفرقتين رفضوا. هل حددوا المباراة من تلقاء نفسهم الميعاد؟ لازم بتوافق الفرقتين. فكل الكلام يعني النادي الأهلي مباراته اتأجلت مع الخصم، والخصم اتلعب له مباراة في الدوري في نفس اليوم، فين الدواعي الأمنية؟ مفيش دواعي أمنية. الخصم هيلعب بعد 5 أيام مباراة بحضور جماهيري، فين الدواعي الأمنية؟ مفيش دواعي أمنية. يبقى كل الكلام في صالح النادي الأهلي، وعمر الجنايني ممكن يبقى بخ لو النادي الأهلي وفي حال التمسك الجبلية. يعني يا عم انا النادي الاهلي مفيش مشكله عندي، انت مش بتقول طبق الا واحد؟ طبق الا واحد يا سيدي. عاوز توقع عليها عقوبه ماليه، انت بتقول 100,000 جنيه او 200,000 جنيه، وقع يا سيدي. انت مش عايز تقول لي ان النادي الاهلي هيتخصم منه 9 نقاط؟ اخصم يا سيدي، بس بعد كده محدش يلومني. وجنت على نفسها براقش زي ما بيقولوا، انا هعرف اخد حقي ازاي؟ الحق معايا، وباعتراف جميع الانديه، مفيش نادي ويقدر يقول ان النادي الاهلي مش محق. كل الانديه قالت النادي الاهلي محق، وبنتضامن مع النادي الاهلي. ها سموحه، جونه، المقاصه، المقاولين، اسوان، كل الانديه متضامنه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيفتريش على حد، النادي الاهلي كبير، والكبير بيدي دروس، والكبير بيتخذ مواقف، والكبير بيصلح المسار، والنادي الاهلي واخد على عاتقه تصليح المسار. فزي ما بقول لحضراتكم القصه دي حلها في حاجتين، وهيعملهم الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اليومين دول، النهارده لحد بكره الاثنين التلات، قبل يوم المباراه قبل يوم الاربعاء. يا اما هيتم تأجيل مباراة الأهلي والجونة، هيتم تأجيل المباراة،
وفي الحالة دي هيبقى هيلاقي ما يلاقيه الجميع، يعني من هجوم سواء من أندية أو من مرتضى منصور، وإحنا ما يخصناش، أنا باخد حقي بذوق بالأدب وبعدالة، باخد حقي بذوق وأدب وحقي مش حق غيري، ما يهمنيش أنت بقى عشان أنت حبت عن المسار فتاخد بقى زي ما تاخد، أنت هتتعاقب من الناس والأندية أنت حر لأنك أنت أخطأت، وعقوبة الخطأ جاية، يعني اللي بيخطأ عقوبته جاية، يعني مهما طال الوقت هتاخد عقوبتك، هتاخد عقوبتك. فأنت النهاردة قدامك حاجتين، يا تأجل المباراة وتقول تأجلها لأي أسبوع أو أي وقت، مباراة الأهلي والجونة، يا إما الدواعي هتقول زي ما قلت لي دواعي أمنية لمباراة الأهلي والزمالك، تقول لي دواعي أمنية لمباراة الأهلي والجونة وكده مفيش مشكلة، برضو الأهلي مش هيلعب لا الجونة والمصري كده كده متأجل، يبقى وعليك برضو تحدد موقف مباراة الأهلي والزمالك سواء هتتلعب يوم 28 قبل التوقف أو بعد العودة من فترة التوقف، سواء للمنتخب مصر اللي هيلعب في بعض مباريات كينيا أو جزر القمر مع في بطولة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، أو تقول لي بعد الأهلي والزمالك يلعب أول مباراة بعد العودة، أنت حار، لكن الأهلي هينفذ كلمته، هينفذ مش لاعب، يعني مش لاعب. وصدمة لكل الناس اللي بيقولوا الأهلي بيرجع في كلامه والأهلي مش عارف إيه الكلام ده، كل الكلام ده الأهلي زي ما بقول لحضراتكم بيدي دروس يصحح المسار. ده بالنسبة للكابتن محمود الخطيب والقرار المتوقع النادي الأهلي لجوء للفيفا والمحكمة الرياضية اللي هيجبر عمرو الجنايني ورفاقه على اتخاذ القرار الصحيح اللي من حق النادي الأهلي. بنت في حساب منسوب لبنت الكابتن محمود الخطيب نور الخطيب قالت والله انك بطل والباقيين كلهم عارفين هم ايه من اولهم لاخرهم، لو واحد غيرك كان نخ من اول موقف، وانت بقالك سنتين واكتر بتتحارب على كل الاصعده وبيصدروا لك العثرات والمشاكل برغم ان يجوز انت الوحيد اللي ماشي صح، مش هقول يا خساره مجهودك وصحتك ووقتك علشان كل ده، انت قلت لي انك مديون بيه للاهلي، بس هقول يا خسارة الضمائر والنفوس ويعيني عليك يا مصر الف خسارة. ده حساب منسوب لنور الخطيب بنت الكابتن محمود الخطيب، وزي ما بقول لحضراتكم هاشتاج حاليا معاك يا اهلي، وهاشتاج جبلاية، هاشتاج معاك يا اهلي، وهاشتاج جبلاية التزوير الامني بيتصدروا معاهم هاشتاج رقم واحد اللي هو الخاص بإقالة وزير الرياضة الزملكاوي، أول هاشتاج لسه بيتصدر متصدر إقالة وزير الرياضة الزملكاوي، هاشتاج التاني معاك يا أهلي، هاشتاج التالت لو رجالة انسحبوا اللي هم عاملين الزملكاوية وخلاص المفروض يتلغي، يعني خلاص الأهلي انسحب يا سيدي عايز مني، قلت لك مش هلعب بشكل رسمي، الهاشتاج الرابع جبلية التزوير الأمني. فاحنا كلنا مع الكابتن محمود الخطيب واحنا معاك يا أهلي في كل شيء. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشارك الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو تشوفنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.